قالوا انت غري امي زلينين ايهان ايدقن وانت غري تان التكوين المهني دغ الولايه تان ليزي ايدق ورجهن ما وضن قالوا انت غري ويغ دغيريت ناس من الاندقن وين الخدمه دغوتيان ودق لنين. بما ان ليزي ولايه معروفه بالشركات البتروليه تخصصنا هذا التخصص هو اساسه امن نظافه البيئه باش نخلقوا مناصب الشغل هنا في ولاية ليزي باش نخدموا بلادنا. درت تخصص سياحة من ناحية الله يبارك صحراء الجزائر معروفة بالسياحة نتاعها، راهي جوا من الدول الأوروبية راهي معروفة يعني عالميا. كنا تخصص أمانة مديرية، إن شاء الله أننا يوفق نسينا أن نربح شهادة أننا غير نكلك أننا والشباب إن شاء الله يتشارك أننا نتسجل أننا داغري نتنط. اللون أن أنت غريوي غمدان يموس أهرة تجمعينة دوكي لينتين الرامت هنين الولاية تنليزي تاخت تجمعية إينا المدن هيتطفنين إيد الجنمون لندغتيغ الشركتين ضفر سمدون تغرينا سن دغدق وين تغريتان التكوين المهني في إقبال حتى من ناحية التمهين في تخصصات الميكانيك والإلكترونيك والتبريد والتكييف، وفي إقبال كذلك في التكوين الحضوري. تبدأ التليل تن الدولة يدقن ويغن التكوين المهني إكفى تليل تجيت هلان إما وضن داغل ونمكن تدوك لين تندوكنين التمقرنين.